اهلا بكم مره ثانيه، معكم عبد الرحمن وخليك برنس انجلش. النهارده ان شاء الله هنتكلم عن اخر زمن بيندرج تحت مسمى المستقبل، وده اسمه البي جوينج تو زائد المصدر، وده طبعا هنحوله لصيغه المبني للمجهول، وده كان اخر حاجه في سلسله الازمنه. بعد كده في حاجات ثانيه زي الافعال الناقصه وحاجات من دي هبقى ليها فيديوهات ثانيه لوحدها. انما بالنسبه للازمنه زي المضارع والماضي والمستقبل، فاحنا كده بقى خلصنا كل الفيديوهات الخاصه بالازمنه دي من ناحيه المبني للمجهول. فهنختم باخر حاجه النهارده اللي هي اسمها بي جوينج تو، اللي معناها برضو سوف، زي مثلا اي ام جوينج تو باي، انا سوف اشتري، اي ام جوينج تو ايت، انا سوف اكل، وهكذا. تمام، دي بقى عايز احولها مجهول. احولها ازاي؟ قال لي هنشوف الكلام ده في الامثله. قال لي الصيغه بتاعتي اللي هي بي جوينج تو والمصدر، وعارفين طبعا في الفيديو قلت لك 100 مره ارجع لاي فيديو قبل ما نكمل مبني المجهول، فهتسمع الفيديو ده الاول بتاع اللي هو الشكل العادي بتاعه، تمام، كزمن عادي يعني. بعد كده هترجع، بعد كده هتكمل معانا اللي هو مبني المجهول. فده لو شفت في الفيديو هتلاقي ان بي لها ثلاث اشكال، ام واز وار، تمام، فام جوينج تو او از جوينج تو او ار جوينج تو، بعد كده المصدر. طيب الكلام ده في الجمله دي هتبان اكتر لما مثلا اي ام جوينج تو بيلد ا نيو فيلا، انا سوف ابني فيلا جديده، فاني ام جوينج تو زائد المصدر. تمام، لما اجي احول بدل المجهول اول حاجه احدد عناصري كالعاده، اني الفاعل ام قصدي اي ام جوينج تو بيلد، دي كلها الفاعل سوف ابني، تمام، والمفعول هو النو فيلا، فيلا جديده، كده كده عندي مفعول. فلما اجي بعد كده احول المجهول كالعاده انا باخد المفعول ببدا به، زي مثلا النو فيلا هي دي المفعول ببدا به، يبقى في فيلا جديده سوف يتم بنائها، مش هتبني، لا سوف يتم بنائها. تمام، ادي المفعول بدات به، تمام. طيب الفاعل هو اي، خليته اخر حاجه اللي هو باي، وبعد كده الفاعل باي اي تحولت لمي، يبقى باي مي. فاضل عندي الشكل بتاع مين؟ بتاع الفعل في المجهول. الفعل بيتحول ازاي؟ قال لي كالعاده اخر حاجه بحطها اللي هو البي بي، ثبت معايا في كل الاشكال المبني للمجهول، واحط بي جوينج تو، بي جوينج تو، ازود حاجه اسمها بي بس كده، اتكون عندي الشكل اللي هو المبني للمجهول مع بي جوينج تو. هنا هقول بي جوينج تو بي والتصريف الثالث، بي جوينج تو بي والتصريف الثالث، مثلا اي ام جوينج تو بي والتصريف الثالث، هي از جوينج تو بي والتصريف الثالث، وذي ار جوينج تو بي والتصريف الثالث. تمام، طب نشوف كده مثال ثاني عامله، نقول الي از جوينج تو، مثلا الي از جوينج تو، في كلمه ناقصه هنا، الي از جوينج تو باي، يبقى علي is going to buy a new car next week، علي هيشتري سيارة جديدة الأسبوع القادم. طبعا لما أحدد عناصري عشان أرجع أكون الجملة الثانية بشكل صحيح في المبني المجهول، ألي علي ده الفاعل، is going to buy دي كلها اللي هو الفعل، وسيارة جديدة ده المفعول بتاعي. لما أجي بعد كده أحول مبني المجهول هبدأ مين زي ما قلنا كل مرة؟ المفعول، فيبقى a new car، في سيارة جديدة سوف يتم شرائها، مش هيشتري، لا ده هيتم شرائها، تمام؟ فزي ما قلت لك أنا بختار أم وإذا أر حسب اللي قبلها. هنا كار مفرد، لو كانت كار جمع مثلا نو كارز، سيارة جديدة، يبقى ار جوينج تو، يبقى دي لو كانت نو كارز هتبقى ار جوينج تو، تمام، يبقى دي عشان واحد فقلت از، يبقى نو كار از جوينج تو بي بوت باي علي، سوف يتم شرائها بواسطة علي. قال لي ام جوينج تو، وادي التصريف الثالث هو البي بي او باست بارتيسيبل، وادي باي علي الاسم عشان كاسم مش ضمير نزل زي ما هو، انما لو كان مثلا هي علي ده كان هي هينزل باي هيم، دي احنا متفقين عليه. يبقى انت كده عرفت الشكل بتاع بي جوينج تو اللي هي سوف يشتري، سوف ياكل، سوف يزور، دي كلها لما يجي حولها مجهول بنزل الجزء الاولاني زي ما هو اللي هو بي جوينج تو، حط وراها بي والتصريف الثالث، تبقى بي جوينج تو بي والتصريف الثالث، تمام؟ طيب كمل بقى معانا شويه التمارين والامثله اللي في الجزء الثاني من الفيديو عشان خاطر تثبت عندك المعلومه بشكل كبير، تابع معانا. نيجي بقى لشوية التمارين والأمثلة اللي هيأكدوا لي إن أنا فهمت آخر قاعدة بشكل سليم وصحيح ومفيش أي مشاكل ولا صعوبات. فهنشوف أول مثال، هنقول مثلا ذا ميوزيوم موجود فيزيتد نيكست مانث باي أور سكول، إن المتحف عايز أقول هيتم زيارته، تمام، الشهر الجاي بواسطة المدرسة بتاعتنا، تمام؟ يبقى المتحف مش هيزور، المتحف هيتم زيارته. فعندي التصريف الثالث بي بي قاعد زي ما هو، مفيش أي مشاكل، أنا بس محتاج أختار مين؟ كلمة محتاج تختار بي جوينج تو بي، صح؟ طيب هنا المتحف جمع المفرد، قال مفرد يبقى اختار له ام ولا از ولا ار، قال طالما مفرد يبقى اختار له از، حلو خالص. از جوينج تو، از جوينج تو ايه؟ قال اول حاجه ما فيهاش از فهزفها،
بس دي الثانيه والثالثه فيها از. طيب از جوينج تو ايه؟ از جوينج تو بي ولا از جوينج بي؟ لا القاعده اللي انا شرحتها كانت از جوينج تو بي، يبقى طبعا اختار الجزء اللي في النص از جوينج تو بي فيزيتد، سوف يتم زيارته. تمام. طيب ميم مثال ثاني هنقول حاتم نوت تيكن تو سكول باي هيز فاذر. حاتم هنقول تيكن يعني هنقول هيتم اخذه الى مدرسه بواسطه ابوه، يعني والده هو اللي هيوصله. يبقى حاتم هيتم توصيله، هيتم اخذه صح؟ آلي حاتم وآلي التصريف الثالث موجود. تمام. التصريف الثالث اهو التيكن، فاضل لي مين اللي قبله؟ كالعادة حاتم ده مفرد، فاختار له ام ونزل ار، برضه اختار له از، يبقى هتكمل از جوينج تو بي والتصريف الثالث. مين في دور از جوينج تو بي؟ طبعا هنستبعد في هنا از جوينج بي بس نفس كلمة تو، ونرجع هنشوف في معنى ده از جوينج بين التصريف الثالث، فمش هينفع نجرب اختار اول واحدة اللي هي از جوينج تو بي تيكن، سوف يتم اخذه. اخر مثال هنقول the house not painted next week by عادل، ان المنزل هيكون تم دهنه الاسبوع القادم بواسطة عادل. تمام. طبعا التصريف الثالث تم دهنه موجود عندي ال PP او past participle painted، فاضل لي الجزء الاولاني اللي هو is going to be، وكالعادة نختار يبقى is going to being غلط، is going to be صح، is being دي غلط، يبقى اختار اخر واحدة اللي هي is going to be painted، سوف يتم دهنه الاسبوع القادم. يبقى انا كده عرفت اكون ازاي المجهول او مبني للمجهول من الصيغه بتاعت اللي هي بي جوينج تو، وقلت انا بحولها ازاي. كنت بنزل بي جوينج تو زي ما هي واحط وراها بي والتصريف الثالث، يبقى بي جوينج تو بي والبارت بارتيسيبل وراها. تمام. طيب كالعاده انا بقول لك باكد لك بس على المعلومه، انت بتبدا في المبني للمجهول بالمفعول، بعد كده الصيغه اللي قلناها دلوقتي هي بي جوينج تو بي والتصريف الثالث، بعد كده اخر حاجه هو باي والفعل بتاعه. مش عايز اكد عليك ثاني انك هتغير الضمير، انت قلت انت هتبدا تعكس، فالفعل تخليه مفعول والمفعول تخليه فاعل، برضه نفس الكلام في الضمير، يعني لما تخلي الفعل مفعول برضه غير الضمير بتاعه، لو كان الفعل ده ضمير فاعل حوله لضمير مفعول، ولو كان المفعول ده ضمير مفعول لما تيجي تحوله هتخليه ضمير فاعل. طبعا انت المفروض فهمت الكلام ده في الفيديوهات السابقه، ولو اتلخبطت ارجع تاني للفيديوهات من اول فيديو او الفيديو اللي انت كنت اتلخبطت فيه واسمعه مره ثانيه هتلاقي نفسك فهمت مفيش مشاكل، بس اهم حاجه حاول تركز وانت بتتفرج على الفيديو. يا رب الفيديو ده يكون عجبك. كده خلصنا سلسله الازمنه بتاعت المضارع والماضي والمستقبل، فاضل بعد كده هو جزء صغير ده ممكن نعمله في اي وقت اللي هو المبني المجهول بالنسبه للافعال الناقصه، ده جزء بس خالص ممكن نخلصه لك في فيديو واحد. حاول تتابعنا ان شاء الله ننزل الفتره الجايه. يا رب يكون الفيديو عجبك، ما تنساش بقى تعمل اشتراك في القناه وفعل زر التنبيه عشان يوصلك كل جديد، واشوفكم مره جايه على خير. كان معكم عبد الرحمن وخليك برنس انجلش.